الصورة دي مش انا. ايوه هم شايفينه وسامعين. اساله. صباح الخير يا شباب. صباح الخير. صباح الخير. الصورة واضحة عندكم؟ تمام يا دكتور. تمام تمام يا دكتور. بصوا حضراتكم، احنا المرة اللي فاتت اتكلمنا في محاسبة التكاليف وتبويباتها وانواعها، مش ده اللي احنا قلناه امبارح؟ فهراجع تاني على اساس ان انتم ممكن تكونوا ما حضرتوش، هراجع بسرعة واقول لكم الجزء الجديد اللي انا عايزه. تعريف محاسبة التكاليف هي فرع من فروع المحاسبة، عبارة عن مجموعة أسس، مفاهيم، طرق، أساليب فنية المشروع الصناعي بيستخدمه أو المشروع الخدمي. أي مشروع بيستخدم تكاليف بيعمل إيه؟ عايز يعمل إيه؟ بص معايا حضرتك، تهتم بحصر وتجميع وتبويب وتحليل وتخصيص عناصر التكاليف. يعني عايز إيه؟ يفتفت عناصر التكاليف اللي احنا قلنا مواد وأجور ومصروفات، عشان يعرف تكلفة الوحدة الواحدة هتكلف كام. يعني لو انا بصيت في الرسمة ديت، اهداف محاسبة التكاليف، ايه محاسبة التكاليف؟ عايزين نحقق لها اهداف. اول هدف ان احنا نحدد تكلفة وحدة الانتاج عشان اسعرها. انا بنتج منتج معين، بنتج موبايلات، الموبايل ده هيكلفني كام عشان اقدر ابيعه بكام عشان اسعره. يبقى اول هدف تحديد تكلفة وحدة الانتاج. تاني هدف تخطيط، بنخطط ونعمل موازنة، اخطط التكاليف الجاية هتكون بكام. تالت هدف الرقابة واعداد المعايير واكشف الانحرافات. يعني ايه؟ يعني انا مخطط في نمرة 2 اللي بالاحمر قدامكم، انا مخطط ان التكلفة تكون 100 جنيه، لما جينا ننفذ طلعت التكلفة ب 140 جنيه. ايه ده؟ دي زادت 40 جنيه، يبقى حصل انحراف ب40 جنيه. ابتدي اخطط واراقب الكلام دوت كله عشان اظبط الارقام فاقدر اخد قرار صحيح. يعني ببساطه شديده التكلفه عمليه ظبط الارقام بتاعه تكلفه المنتج، عايز اظبط ارقام تكلفه الايه؟ المنتج. يبقى عندنا كام هدف؟ تحديد تكلفه وحدات الانتاج، تخطيط، رقابه، ترشيد واتخاذ القرارات. ده الكلام ده كل ده اللي احنا قلناه قبل كده عندك تقراه. انا براجع بس الحاجات المهمة، واخدنا جدول الفرق بين التكاليف. بص بقى معايا هنا، ايه النظام التكاليفي؟ ايه المعلومات التكاليفية؟ بنقول اذا تم استخدامها لاغراض اعداد قوائم مالية ولتعكس الحدود الفاصلة بين تكلفة الانتاج والتكلفة الدورية ستكون ضمن اطار محاسبة الايه؟ التكاليف. يبقى التكاليف بتدخل في حاجة اسمها إطار محاسبة التكاليف. إيه هو إطار محاسبة التكاليف؟ إن أنا عايز أعرف تكلفة الإيه؟ الإنتاج بتاعتي، عايز أعرف تكلفة الإنتاج. طب إذا التكاليف بدل ما نعرف تكلفة الإنتاج هستخدمها إنها تساعد الإدارة في اتخاذ القرار، يبقى تدخل في مجال المحاسبة الإدارية. يبقى دلوقتي التكاليف ممكن تدخل في مجال محاسبة إدارية لو هي بتساعد في حالة اتخاذ القرار، وممكن تدخل في محاسبة تكاليف لو انا بقيس تكلفة الايه؟ الانتاج. احنا علينا الترم دوت الجزء اللي فوق اللي هو ان احنا نقيس تكلفة الايه؟ الانتاج. ده اللي هنعمله الترم ده عملي مع بعض. احنا في حد فاكر بتاع اول محاضرة لما قلت لك التكلفة هي ايه؟ تضحية اقتصادية مقابل القياس المالي النقدي في منفعة عاجلة أو آجلة. يعني لو أقول لك عرف التكاليف هتقول لي تضحية مادية، بندفع فلوس عشان أحصل على منفعة. طب المنفعة اللي أنا عايز أحصل عليها دي دلوقتي ولا في المستقبل؟ فقال لك منفعة حالية أو إيه؟ أو آجلة، يعني دلوقتي أو للمستقبل. طب إيه هو المصروف؟ الكلام ده هرجعه تاني دلوقتي هوريه لكم بطريقة أسهل كمان. المصروف ان انا بصرف، يبقى تضحية اقتصادية، بطلع من جيبي فلوس واصرفها في مقابل ان انا احصل على ايه؟ منفعة. عايز احصل على منفعة، وان المنفعة قد تكون حاضرة او مستقبلية. تلاحظ ان التكلفة والمصروف التعريفين شبه بعض قوي، يعني يكاد يكون نفس ايه؟ الكلام. طب الخسارة برضك تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي،
لا يقابلها أي منفعة. هنا في لام دي مهمة قوي، لأن لو يقابلها منفعة بقت تكاليف أو مصروف، لكن لا يقابلها أي منفعة تبقى خسارة. يبقى الخسارة أنا بدفع فلوس ومفيش منفعة بتجيلي، يبقى دي اسمها إيه؟ خسارة. طب إيه هو الضياع أو التالف؟ تضحية اقتصادية قابلة للقياس المالي النقدي ولا يقابلها عائد. يبقى تضحية اقتصادية برضك لا، هنا بص كان لا يقابلها ايه؟ منفعة. يبقى الخسارة لا يقابلها منفعة، أما الضياع أو التالف لا يقابلها ايه؟ عائد أو منفعة. وترجع أسبابها إلى نوعين، في ضياع عاجي وفي ضياع غير عاجي. يعني على سبيل المثال، لو انت في مصنع دلوقتي بتاع أدوية بيسخنوا مادة إيتير، فالإيتير بيتبخر، يبقى ده ضاع كمية من الإيتير نتيجة التسخين، يبقى ده ضياع إيه؟ ضياع عاجي، ما هو لازم هسخن هيتبخر. لكن لو احنا جينا ندخل المعمل لقينا الدورك بتاع الإيتير مسروق اتسرق، يبقى ده ضياع غير عاجي. يبقى في فرق بين ضياع عاجي وضياع غير عاجي، بقول لك زي تطاير المواد الكيميائية عند استخدامها في العمليات الإنتاجية، يبقى ده ضياع إيه؟ تطاير المادة الكيميائية وأنا بصنع، يبقى ده اسمه إيه؟ تلف طبيعي أو ضياع طبيعي أو ضياع عاجي. أما التلف الغير طبيعي اللي إحنا قلنا عليه دلوقتي ده نتيجة التقصير في العمل، سرقة، وقعت الحاجة كسرتها، ويبقى في الحالة دي ما حملوش على الإنتاج، ده يروح حساب أرباح وإيه؟ وخسائر، أو أشوف مين الشخص اللي تسبب وأخصم من مرتبه، بحمل المسؤول عن هذا الكلام. لغاية كده التعريفات دي مهمة قوي، تعريف التكلفة، تعريف المصروف، تعريف الخسارة، تعريف الضياع أو التالف. تصنيف التكاليف حسب الوظيفة، اتفقنا وقلنا تصنيف التكاليف حسب الوظيفة اللي هي نمرة 2، تكاليف صناعية، تكاليف تسويقية، تكاليف إدارية. خدوا بالكم عشان هحل على الحتة دي حالا دلوقتي. طب أمال لو عايز أبوبها حسب النوع، مواد وأجور ومصروفات، يبقى تبويب واحد واتنين دول مهمين قوي. لو هتبوب حسب النوع يبقى مواد وأجور وإيه؟ ومصروفات. معايا يا أساتذة؟ لو هتبوب حسب الوظيفة هتبقى تكلفة صناعية وتكلفة تسويقية وتكلفة إيه؟ إدارية. طب لو هنبوب حسب علاقة التكلفة بوحدة دي المدة، كلها وصلت. اتفضلي. الحاجات دي فين في الكتاب؟ موجودة في الكتاب؟ دكتور نعم حبيبي. أستاذ، ممكن تنزل البي دي إف على الكلاس روم؟ اه طبعا هينزل، هقول للمعمل ينزله لكم حالا. شكرا جدا. كمل يا دكتور. حاضر هكون معاكم. بص يا أستاذة اللي بتسألني، الكلام ده في الكتاب صفحة 26 وصفحة شكرا 27 أهو، شكرا. تكلفة المواد، تكلفة الأجور، تكلفة الخدمات، تبويب وظيفي، أنا بقرأ الكتاب دلوقتي صفحة 28، تكلفة إنتاج، تكاليف تسويقية، تكاليف إدارية. الكلام ده موجود عند حضرتك، 28 والرسومات اللي احنا هنعرضها هي صفحة 25 26 27، كل ده في الكتاب اهو موجود عند حضرتك. ماشي، شكرا يا دكتور. يعني لغاية صفحة 42 اللي انا بشرحه ده، لغاية صفحة 42 ماشي يا دكتور، شكرا. بس انا بعمله زي بتقولي ايه، باور بوينت كده، نوع من بشجعكم شوية عليه يعني. تمام ماشي يا دكتور. يبقى التبويب النوعي قلنا هنقسم مواد واجور وايه ومصروفات. التبويب الوظيفي تكاليف صناعية وتسويقية وإدارية. طب لو قلت لك بوب التكاليف حسب علاقة التكلفة بوحدة التكلفة، وحدة التكلفة اللي هي حسب المنتج، يعني بوحدة المنتج انت هتنتج ايه؟ فقلنا قد تكون تكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة. طب هسأل سؤال، الخشب في صناعة الأساس تكلفة مباشرة ولا غير مباشرة؟ غير مباشرة. غير مباشرة. مباشرة. مباشرة يا دكتور. الخشب مباشرة. الخشب ضروري في مباشرة. صناعة الأساس ولا مش ضروري؟ ضروري. 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 تمام. طب الساق في صناعة الثلاجات ضروري. 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 الشاشة في صناعة الموبايلات
ضروري ضروري ضروري. يبقى برافو عليكم، يبقى كل اللي انا قلته ده تكلفه مباشره، واضحه كده التكلفه المباشره؟ تمام. طيب وانت بتعمل في المصنع الاساس معايا حضرتك، معاك يا عملت شويه غيره او دقيت شويه مسامير صغيره، دي مباشره ولا غير مباشره؟ غير مباشره. غير مباشره. غير مباشره. غير مباشره. لان صعب ان انا تتبعها فتبقى غير مباشره. طيب احنا عندنا مصنع اساس، مصنع اساس ومصنع كراسي، فلو انا دخلت جلد هيخش على الكراسي يبقى تكلفه مباشره، لو دخلت خشب هيخش على الاساس يبقى تكلفه مباشره. لغايه كده ماشي الكلام معايا؟ الخشب مع حضرتك، الخشب تكلفه مباشره والاساس تكلفه ايه؟ مباشره، والاثنين في مصنع واحد. جت فاتورة الكهرباء ب 10,000 جنيه، أحمل الكهرباء على الأساس ولا على الكراسي؟ فلوس الكهرباء أحطها على أنهي نشاط؟ على الاثنين. برافو عليكي، على الاثنين المفروض. يعني التكلفة هنا هتتوزع صح؟ هوزعها على الاثنين. دكتور التكلفة مش على حاجة واحدة بس، على كله. يبقى لما تيجي تتوزع يبقى تكلفة غير مباشرة. عرفتوا الفرق بين المباشر والغير مباشر؟ يبقى التكلفة اللي تخص منتج معين بذاته زي الخشب يبقى تكلفة مباشرة، التكلفة اللي هي قليلة القيمة زي الغيرة والمسامير تبقى تكلفة غير مباشرة، طب التكلفة اللي هتتوزع يبقى تكلفة غير مباشرة. وصلت كده يا جماعة؟ شكرا دكتور. تحت أمرك. تمام يا دكتور. واخدنا تبويب تاني إن التكاليف قد تكون متغيرة او تكون ثابته او تكون ايه؟ مختلطه، مختلط. وده احنا شرحناها، تكاليف ثابته او متغيره او مختلطه. هنبتدي بقى نمسك التبويب اللي يهمني قوي دلوقتي، التبويب النوعي اللي هو الاولاني رقم واحد. احنا قلنا التبويب النوعي 3 عناصر، ما هي عناصر التكاليف عندكم اهي على الشاشه؟ مواد خام وأجور ومصروفات. أجور ومصروفات. أجور ومصروفات. المواد الخام اللي هي الرو ماتيريال، الأجور العمال اللي بيشتغلوا، المصروفات كل المصاريف اللي بتتصرف جوه المصنع، خد بالك المصاريف اللي بتتصرف جوه ايه؟ المصنع، لأن أنا بصنع، يبقى زي تكلفة القوى المحركة، الصيانة، الإهلاك، الأجور، الإيجار، التأمين، الحراسة، كل التكاليف دي جوه المصنع، أوعى تقول لي في الإدارة، دي التكلفة اللي اتدفعت جوه المصنع، يبقى دي كلها اسمها ايه؟ عناصر التكاليف، مواد وأجور ومصروفات. يبقى السؤال، ما هي التبويبات النوعية للتكاليف؟ هتجاوب تقول لي ايه؟ ايه التبويب النوعي للتكاليف؟ المواد الخام، أجور المواد مصروفات. الخام والأجور ومصروفات. أجور ومصروفات. تمام، 10/10. النوع الثاني، التبويب الوظيفي بينقسم إلى تكلفة جوه المصنع، يبقى اسمها تكلفة صناعية أو إنتاجية، أنتجنا. النوع الثاني تكاليف تسويقية، بنبيع ونسوق ونعمل دعاية وإعلان. النوع الثالث بقى بناخد بنحمل المصاريف الإدارية، شغل الإدارة بقى والدفاتر والمحاسبين والكلام ده. يبقى التبويب الوظيفي كام نوع؟ 3. 3 دكتور. أول واحدة اسمها إيه؟ تكلفة صناعية. صناعية. الثانية تسويقية. الثالثة إدارية. 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 إدارية وتمويلية، مظبوط. ممكن الصناعية أسميها اسم تاني، أسميها إيه؟ إنتاجية. هايل، لغاية كده شيء حلو قوي معايا، فاهمين لغاية كده؟ تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. قلنا التكلفة يا إما تكون مباشرة يا إما تكون غير مباشرة. مباشرة. طب التكلفة المباشرة هي التي يسهل تتبعها مع المنتج، يسهل تتبعها لوحدة تكلفة معينة، موضوع قياس معين، اللي هو القياس المعين اللي هو المنتج. زي ايه؟ اديني مثال. اللي هو سعر الخشب مثلا، مش الخشب. هيتقسم على كذا حاجة. الخشب في صناعة الأساس. طب ايه التكلفة الغير مباشرة؟ التكاليف، زي خد بالك من النقطة، التكلفة التي ايه المباشرة؟ هي أنا بشاور لكم عليها، التي ايه؟ يسهل تتبعها. يسهل تتبعها. الغير مباشرة التكاليف التي يسهل يسهل تتبعها، زي الغيرة تتبعها. مثلا زي ما قلنا فاتورة الكهرباء كانت متقسمة على الاثنين. بالظبط. أو زي الغيرة والإيه والمسامير والكلام ده. المسامير. طب ضع علامة صح أو غلط. التكاليف المباشرة هي التي يصعب تتبعها لوحدة تكلفة معينة.
غلط غلط او العكس، ممكن نقول يسهل تتبعها. التكلفة المباشرة هي التي يسهل نعم غلط. تتبعها. تمام، برافو عليك. طب ايه معيار التفرقة بين تكلفة مباشرة وتكلفة غير مباشرة؟ أول حاجة التتبع، إذا كان يسهل تتبعها يبقى تكلفة إيه؟ مباشرة. مباشرة وإذا كان يصعب تتبعها مباشرة غير غير مباشرة. مباشرة غير مباشرة. طيب تاني حاجة سهولة التمييز، لو أنا قادر أميزها زي الخشب بميزه دخل صناعة الأساس يبقى تكلفة مباشرة، مظبوط؟ شوية أو غيره، صح. شوية غيره عمالين يتحطوا هنا وهنا وهنا مش عارف أميزها، يبقى يصعب تميزها، تبقى تكلفة غير مباشرة. مباشرة يعني يبقى دكتور حضرتك، يعني لو حاجة أساسية، يعني مثلا الخشب ده حاجة أساسية للإيه؟ مثلا السراير أو الكرسي، دي حاجة أساسية، برافو فدي عليك. يعني دي تبقى مباشرة عامة، لكن غير الحاجات الباقية. غير أساسية يبقى صعب تتبعها يبقى غير مباشرة. بالظبط كده، تمام. ماشي. طب سهولة التخصيص المادي، يسهل تخصيصها يصعب إيه تخصيصها؟ الأهمية النسبية، الخشب ذو أهمية نسبية مرتفعة، الغيرة أهمية نسبية إيه منخفضة. منخفض نلخص بقى اللي قلناه تاني، يبقى احنا اتفقنا على الكلام ده. عندنا أنواع التكاليف من حيث علاقتها بحجم النشاط، في تكاليف متغيرة وثابتة ومختلطة. وشبه متغيرة وشبه ثابتة اللي هي المختلطة. يبقى المختلطة نوعين، ايه وايه؟ شبه ثابتة وشبه وشيء متغير. متغير. طب لو المختلطة نوعين، لو الجزء الأكبر متغير نسميها غير شبه، يبقى شبه متغير. شبه متغير. والعكس صحيح، لو الجزء الأكبر ثابت يبقى شبه ثابت، ايه؟ يبقى شبه ثابت. تمام، شبه ثابت. يبقى شبه ثابت، برافو عليك. التكاليف المتغيرة في إجمالها مجموعها هي التكاليف التي تتغير في مجموعها بتغيرات حجم النشاط وبنفس نسبة التغير في حجم النشاط خلال مدة. التعريف ده من فضلك احفظه كويس قوي. يبقى ايه هي التكاليف المتغيرة؟ هي التكاليف التي التي تتغير في مجموعها مع تغيير حجم في مجموعها بتغيير حجم النشاط. طيب بص كده معايا على اليمين تحت اهو، هشاور لك. الخط الافقي ده، ده رسم بيادي، دي كمية الوحدات اللي هو حجم النشاط، والخط الرأسي ده اللي هو التكاليف. بص خط التكاليف بيعمل ايه، ماشي ازاي، عمال يزيد يزيد يزيد، اهو شايفينه بيتغير ايوه مع يا دكتور، كل ما تغير حجم النشاط يزيد كل كل ما ما التكاليف تزيد. هايل، برافو عليك. دي التكاليف المتغيرة لإيه؟ ها في اجمالها اجمالها، التكاليف المتغيرة الإجمالية. طب تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة ثابتة. اهي بص الرسمه، هل بتزيد ولا ماشيه ثابته اهي؟ لا ثابته، ماشيه ثابته. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، انا بس بحب ارجعه عشان نبقى مركزين واحده واحده مع بعض بالشكل البياني قدامك. تعالى بعد كده نمسك التكاليف الثابته. التكاليف الثابته انا بدفع ايجار مكان معين، بنتج ما بنتجش، المهم هو ايه؟ تكلفه ثابته ما بتتغيرش، ودي في الكتاب صفحه 37. الكتاب صفحة 37 بنقول التكاليف الثابتة هي التكاليف التي تظل ثابتة لا تتغير في إجماليها مع تغير حجم النشاط. يبقى دي بتتغير ولا ما بتتغيرش؟ ما بتتغير، ما بتتغيرش ثابتة، بتتغير يبقى ثابتة في الإجمالي بتاعها. إجمال. يبقى الرسمة بتاعتها اهي، بصوا ماشية ازاي، ثابتة 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 ثابتة، كل ما النشاط بيزيد هي ثابتة ما بتتغيرش. طب التكاليف الثابتة للوحدة الواحدة بتكون ايه؟ متغيرة متغيرة اهي بتتغير. بتقل مع ال ايوه برافو عليك، بتقل اهي، بتقل التكلفة الواحدة بتقل بتقل مع زيادة مع الإنتاج. زيادة حجم الإنتاج. مجموعة انتم بتقل. مجموعة شاطرة أوي، برافو عليكم، حلوة أوي. طب ايه بقى التكلفة شبه المتغيرة؟ اللي تكاليف هي لو بتتغير مع حجم النشاط بس مش بنفس النسبة، لأن إيه؟ في جزء ثابت وجزء متغير. آه. متغير مين لو الأكبر؟ الجزء الثابت أكبر يبقى شبه ثابت، لو الجزء الثابت أقل؟ يبقى شبه متغير. متغير متغير. ماشي. يبقى التكاليف هي بتاعتنا هي تكاليف شبه ثابتة. الشبه ثابتة دي بص رسمتها سلمية إزاي؟
يعني ايه؟ جزء ثابت جزء اتغير، جزء ثابت جزء اتغير، جزء متغير وهكذا، بس الثابت اكبر، يعني تلاقي الخط الافقي اكبر من الخط الراسي، يبقى دي الثابت اكبر يبقى اسمها شبه ثابته. سهل الكلام ولا صعب؟ سهل يا دكتور. سهل تمام. الحته دي بقى نركز عليها. انتوا معاكم الشيت؟ يا دكتور. قدامكم دلوقتي؟ يا دكتور. هو دكتور بص مش معاك الكتاب عامة، بس انا ممكن اتصرف. مش مشكلة ما يهمكش، بس خليك معايا عشان هنقول حاجات مهمة دلوقتي. السؤال الاولاني في الشيت، عرف نظام المحاسبة عن التكاليف واذكر اهدافه. ماشي يا اساتذة؟ يا دكتور. محاضر حد جاوب الشيت؟ يا دكتور. يا دكتور. علتوه. طب السؤال ده صعب ولا سهل؟ سهل. لا سهل. عندك على الشاشه انا شرحت الكلام ده دلوقتي، ايه تعريف محاسبه التكاليف وايه اهدافها، مش احنا قلنا الكلام ده؟ ايوه. تمام. اللي محلش ينقل الكلام ده اهو، هجيبها لكم تاني. هنبتدي بمحاسبة التكاليف، أول حاجة خدناها النهاردة. العنوان بتاعنا اسمه أهو تعريف إيه؟ شايفينه؟ تعريف محاسبة إيه؟ التكاليف. والتانية اسمها إيه؟ أهداف محاسبة التكاليف. يبقى ده إجابة السؤال الأول في الشيت. تمام. ماشي؟ معايا يا شاذة؟ يا دكتور محاضرتك. هسيب السؤال التاني. يا دكتور محاضرتك. هسيب السؤال التاني دلوقتي، هرجع له بعد شوية، هرجع له بعد شوية السؤال التاني. السؤال التالت بيقول لك إيه؟ فرق، هات الفرق بين التكاليف المباشرة والغير مباشرة. التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. طيب جميل، هنروح رايحين كده في الرسمة اللي إحنا رسمينها مع بعض، اللي إحنا على المباشر والغير مباشر. نعم حبيبي. اهو هروح على المباشر غير مباشر اهو. معاك كده. ادي الاجابه اهي، ادي التكلفه المباشره وادي التكلفه الغير مباشره. مباشر. يبقى ده السؤال الثالث الف، اجابته كده عندك مظبوط؟ مظبوط. طيب وبعدين هتلاقي السؤال الثاني ايه؟ المتغيره والثابته. ادي المتغيره وادي ايه؟ الثابته. وانت بقى بتدهاني ديت عشان تبقى انت شاطر قوي، تروح عامل برسم. برافو عليك، تعمل الرسومات ديت. عاملينها يا دكتور. عملتوها؟ يا دكتور. طيب انا عاملها. يا دكتور عملناها. اللي عملها يبقى برافو عليه، اللي ما عملهاش يحل الكلام ده في ورق ويدبسه في الشيت وتدهوني المره الجايه. طيب يا دكتور احنا اصلا مجهزين كلنا. خلاص بس زود الاجابه بالطريقه اللي احنا عارضينها عشان تاخد الدرجه النهائيه ان شاء الله. مظبوط يا دكتور. ماشي يا اساتذه. طيب يبقى دلوقتي يا دلوقتي احنا عايزين نعمل ايه بقى؟ نرجع للسؤال التاني. السؤال التاني بيتكلم في حتة مهمة قوي. ايه هي؟ عرف كل مما يلي. مظبوط؟ في الشيت، انا في الشيت دلوقتي مزبوط. السؤال التاني. مظبوط. ايوه يا دكتور صحيح. عرف كل مما يلي. ايه وايه وايه؟ تركيز التكلفة. مركز التكلفة. مركز. وفترة التكاليف وحيز التكاليف. وحيز التكلفة. بص على الشاشة كده، في عندك ايه الفرق بين مركز التكلفة، عنصر التكلفة، وحدة التكلفة؟ وحدة التكلفة. ده كده اكتب عليه مهم. ده من الأسئلة ايه؟ المهمة أوي. دكتور هي فترة التكاليف هي عنصر التكلفة؟ لا دي حاجة ودي حاجة، هقولها دلوقتي. برافو عليك إنك خدتش بالك. إيه هو مركز التكلفة؟ مركز التكلفة. أنا هقراها وبعدين هقول لك كلمة عشان ما تنساهاش. دائرة أداء نشاط اقتصادي متجانس يحتوي على مجموعة متماثلة من عوامل الإنتاج ويطلب عنه منتج سلعة أو خدمة متميزة قابلة للقياس، ويتبنى أن يكون المركز ممثلا لوحدة مسؤولة محددة طبقا للهيكل التنظيمي في الوحدة الاقتصادية. يا شباب في وش جامد ليه؟ في وش جامد ليه؟ يبقى مركز التكلفة ببساطة شديدة، سيبك من الكلام ده كله، عارفين المصنع؟ المصنع اللي بينتج منتج معين، مش ده مكان؟ يا دكتور مكان. المكان اللي انا بنتج فيه المنتج هو ده مركز التكلفة.
يبقى هو دائرة أداء، كلمة دائرة يعني مكان، مكان أداء نشاط اقتصادي معين متجانس بدك فيه السلعة أو الخدمة وأقدر أقيس سعرها، وطبعا بيبقى ليه مكان في الهيكل التنظيمي. يبقى أول ما أقول لك دائرة أداء نشاط يبقى وحدة تكلفة ولا مركز تكلفة؟ مركز تكلفة. مركز تكلفة. تمام. التعريف الثاني عناصر التكلفة. إحنا لسه قايلين إيه هي عنصر التكلفة؟ مواد وأجور ومصروفات. يبقى هي العناصر الرئيسية للتكاليف وهي تتمثل في مواد وأجور ومصروفات. طب التعريف الثالث وحدة التكلفة. ايه وحدة التكلفة؟ هي وحدة هقول يا دكتور اتفضل. هي الوحدة التي تنسب اليها عناصر التكاليف في المنشأ. يعني بالظبط. يبقى تعرف وحدة التكلفة بانها وحدة كمية سلعة ومنتجة خدمة معينة، وحدة المنتج النهائي. يعني لو انا مثلا بصنع موبايل اجي اقول لك الموبايل ده وحدة التكلفة، تقول لي صح. ليه؟ وحدة التكلفة هو وحدة المنتج النهائي. ايه المنتج النهائي بتاعك؟ ازازة مية. يبقى ازازة المية دي وحدة التكلفة. طب عشان انتج ازازة المية اللي هي وحدة التكلفة انتجتها فين؟ مش في مصنع؟ يبقى المصنع ده مركز التكلفة. طب عشان انتج ازازة المية في المصنع اللي هو مركز التكلفة او دائرة النشاط بحتاج عناصر. ايه هي العناصر؟ مواد واجور وايه؟ مصروفات. طيب. هنزود بقى واحدة رابعة اسمها فترة التكلفة، فترة التكاليف. فترة التكاليف هي الفترة الزمنية التي تحسب في نهاية المدة نتائج حسابات التكاليف. فهي الفترة الزمنية اللي بتحسب في نهايتها نتائج حسابات التكاليف تمهيدا لعرضها في القوائم وتقارير التكاليف. اقولها تاني؟ معلش تاني كده. معلش اقولها تاني يا دكتور. تاني يا دكتور. يبقى هي الفترة التي تحسب في نهايتها نتائج حسابات التكاليف تمهيدا لعرضها في تقارير التكاليف. دكتور تقارير التكاليف دي اللي هي القوائم المالية؟ لا، القوائم المالية، القوائم المالية دي محاسبة مالية اللي هي قائمة الدخل والميزانية والأرباح والخسائر. تقارير التكاليف اللي أنا هوريها لكم دلوقتي النهاردة اللي هي قائمة التكاليف وقائمة الربح، هناخد مسألة عليها دلوقتي. تمام، شكرا يا دكتور. يعني دكتور المنتج اللي أنا كلفته والأرباح اللي أنا ربحتها من المنتج ده؟ بالظبط كده. طيب يا دكتور. تمام. يبقى كده الشيت احنا جاوبنا السؤال الاول والسؤال والتاني والتالت. والتالت. هنكمل دلوقتي مع بعض وبعدين ايه نحل الرابع وكده. يبقى انت عندك فرصة ان لو عايز تظبط اجابتك، لان الحاجات دي هتجي لك اخر السنة الاسئلة دي، فتبقى عامل لها اجابة نموذجية كده ايه عشان تجيب تأجير كويس ان شاء الله. دكتور. نعم حبيبي. بعد اذنك، هو انا ممكن اذاكر من البي دي اف ده ولا من الكتاب؟ هو ده زي ده بالظبط. يعني لو ذاكرت من البي دي اف ده مفيش مشكله؟ مفيش اي مشكله. شكرا لحضرتك. معايا شباب؟ حضرتك يا دكتور. هدخل معاكم في حته ثانيه دلوقتي بقى ايه عشان نكمل الاسئله معانا مع بعض فيها. هنشوف شوية تطبيقات مبادئ محاسبة التكاليف. الصورة باينة عندكم؟ يا دكتور. ماشي. يا دكتور باينة. هرجع لكل ده حالا دلوقتي.
انا عايز بس من اول 109. ايه التكاليف دكتور، هو كل ده حضرتك هتنزله لنا PDF؟ ما انا بجي للمعمل والمعمل بينزله PDF. دكتور احنا كده خلصنا الفصل الاول. احنا كده خلصنا لغاية باللي انا هقوله دلوقتي دوت التعريفات اللي احنا هنقولها، يبقى وصلنا لغاية صفحة 42 تمام شكرا. اللي هو الفصل الثاني. خلصنا الأول وشغالين في الثاني لغاية صفحة 42. ماشي، بص معايا في الأول كده صفحة 20 اللي معاك الكتاب، هلاقي كاتب له إيه؟ بعض معاني إيه؟ سادسا بعض معاني إيه؟ التكلفة. على الشاشة عندك أنا مسميها إيه؟ مصطلحات تكاليف، مصطلحات تكاليف اللي هي المفاهيم بتاعت التكلفة. عندنا مصطلحات كتيرة قوي. هناخد الثانية والثالثة والخامسة. أنا في الشيت قلت التفاضلية والغارقة والفرصة البجيلة. تعال بقى ناخد المصطلحات كلها لأن ممكن في الامتحان أجيب واحدة تانية. إيه هي التكلفة التقديرية؟ ما هي التكلفة التقديرية؟ ها، من الاسم، سيبك من اللي مكتوب، من الاسم، تأجيرية. يبقى دي تكلفة، بنقدر ثمن الحاجة. يبقى دي تكلفة فعلية ولا تقديرية؟ تقديرية. تقديرية. برافو عليك، دي تكلفة تقديرية، بنقدر ثمن الحاجة. يبقى تمثل عناصر التكاليف المحددة مقدما بناء على تقديرات رشيدة. انت بتحط تقديرات السنة الجاية بتاعت التكاليف بتاعتك السنة الجاية. طب السنة الجاية دي فعلية ولا مقدرة؟ مقدرة. بس مقدرة. بتحطها كده عشوائي ولا بيكون في دراسة؟ أكيد في دراسة دراسة. بيكون في دراسة. يعني دكتور معلش ممكن ادي مثال، مثلا زي مثلا في تحفة او في مثلا تمثال بنقدر ثمنه ماشي معاك صح عادي ولا ده حاجة تانية؟ لا نفس الفكرة، بنقدر ثمنه، بس التمثال ده تكون انت اللي ايه، اللي كلفته، انت اللي عملته، انت اللي عملت له إعادة صيانة، انت اللي رممته، لازم يكون في تكاليف انت دفعتها. مظبوط كده؟ مظبوط مظبوط يا دكتور. طيب يبقى ده علامة صح أو غلط، التكاليف التقديرية تمثل عناصر التكلفة المحددة مقدما بناء على تقديرات رشيدة، صح ولا غلط؟ صح. صح. طيب تمثل عناصر التكاليف المحددة مقدما بناء على تقديرات عادية. غلط غلط غلط. تقديرية. رشيدة. لازم تكون ايه؟ رشيدة. 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 لازم تكون ايه؟ رشيدة. لازم تكون رشيدة. التكاليف المعيارية تمثل التحديد العملي للتكاليف المتوقعة لإنتاج معين أو نشاط معين بناء على دراسات علمية وفنية مع مراعاة الظروف المتوقعة باستخدام أساليب رياضية وهندسية متقدمة، ويطلق عليها التكاليف النمطية أو القياسية أو النموذجية. يعني إيه الكلام ده ببساطة شديدة؟ عارف لما بتيجي في شركات الأدوية يعاير دواء بدواء معايرة، يقول لك هحط كمية قد كده على كمية قد كده، يقدر يزود الكميات ولا دي ممكن الدواء يبقى مؤذي؟ لا ما غلط، ينفعش يزود، ما مسمم كده، ينفعش يزود ما هو زود الكميات، يبقى مسمم. ممكن يبقى مسمم، فبيحط معيار هنا، حاجات محسوبة. فده اللي احنا بنعمله في التكاليف، بحط معيار للتكلفة، التكلفة المفروض ما تزيدش عن كذا. مظبوط كده يا جماعة؟ أنا عامل حساب مظبوط. المعيار 100 جنيه، يبقى التكلفة ما تزيدش عن 100 جنيه. طب المعيار ده ال 100 جنيه أنت حددتها إزاي؟ بناءً على دراسات، أهي مكتوبة صح. بتحسب بقى الحاجات اللي هتستخدمها يا دكتور، نعم؟ بقول بنحسب الحاجات اللي هنستخدمها، الحاجات اللي خارجة والحاجات اللي داخلة والحاجات اللي هعمل بيها المنتج نفسه أو الحاجة. بالظبط، بس بحسبها بناءً على دراسات إيه؟ علمية علمية. وفنية. علمية وفنية. وناس فنيين قوي ذو خبرة وراعي الظروف المتوقعة، كل ده بستخدم معادلات رياضية وهندسة، وهندسية. بدخل كل النواحي العلمية عشان أحدد التكلفة بتاعتي. بدخل كل النواحي العلمية عشان أحدد التكلفة بتاعتي، يبقى أنا بدخل كل النواحي العلمية عشان أحدد التكلفة بتاعتي، يبقى بستخدم أساليب رياضية وأساليب إيه؟ هندسية هندسية. مقدمة. دي اللي هي الستاندر كوست، بيطلق عليها إيه بقى؟ في مسميات تانية بقولها عليها، ممكن نسميها التكلفة النمطية أو التكلفة القياسية
او التكلفه النموذجيه. الاربع معاني دول نفس المعنى، يعني هل التكلفه المعياريه هي التكلفه النموذجيه؟ مظبوط. هي هي. هل التكلفه المعياريه هي التكلفه النمطيه؟ مظبوط. هل التكلفه المعياريه هي التكلفه القياسيه؟ ايوه دكتور. هل التكلفه المعياريه هي تكلفه تبنى على دراسات علميه وفنيه مع مراعاه الظروف المتوقعه وباستخدام اساليب رياضيه؟ ايوه صح صح. فهمتوا ايه التكلفه المعياريه؟ بحط تأجير، بحط تأجير بس في منتهى الدقة، لأنه مبني على أسس علمية سليمة. بعد كده تكلفة الفرصة إيه؟ البديلة. البديلة صافي المنفعة أو الإيراد اللي كان يمكن أن تتحقق لو تم استخدام عناصر التكاليف أحسن استخدام ممكن. أنا عندي عناصر تكاليف مواد وأجور ومصروفات، المفروض استخدمهم بنسبة كفاءة 100%، مظبوط كده؟ المفروض استخدمهم بدرجة من الكفاءة 100%، أنا استخدمتهم بدرجة كفاءة 80%، أنا ضاع عليا قد إيه؟ أنت إهدار مثلا 20%. 20%. يبقى أنا المنفعة بتاعتي نقصت بكام؟ ب 20%. أو الإيراد هينقص بكام؟ ب 20%. يبقى لو انا استخدمت التكلفه صح هستفيد صح، استخدمتها اقل شويه يبقى حصل اهدار، يبقى صافي المنفعه او الايراد اللي كان ممكن انه يتحقق لو انا استخدمت التكلفه صح. صعب التعريف دوت؟ لا يا دكتور. ده موجود في الشيت رقم جيم، تكلفه الفرصه البجيله اهي، شايفينها؟ يبقى لو انت هتجاوب هتكتب السطرين دول قدام تكلفة الفرصة ايه؟ البجيلة. فوقيها في كلمة اسمها التكاليف الايه؟ في الشيت. الغارقة. اهي الغارقة. ايه التاريخية؟ التكاليف الغارقة دي التكلفة التاريخية، يعني ايه تكلفة تاريخية؟ يعني خلاص اتدفعت. اجي اقول لك، لو تقول لي ما خلاص الفلوس اتدفعت، خلاص هعمل ايه؟ انا دفعت الفلوس. يبقى تكلفة حدثت بالفعل تمثل تكلفة تاريخية لا يمكن ايه؟ استردادها، مش هعرف استردها. طب طالما مش هتعرف تستردها يبقى دي تؤثر ولا لا تؤثر على اتخاذ القرار في المستقبل؟ هتأثر ازاي؟ ما هتدفعت وخلصت، يبقى لا تؤثر على اتخاذ القرار. زي ايه؟ زي الاهلاك، بستخدم عربية في الماضي وتم اهلاكها، طب خلاص انا هعمل ايه؟ ما اهلكت، تمام كده؟ يبقى هل التكلفة الغارقة هي تكلفة تاريخية؟ ايوه. هل التكلفة الغارقة يمكن استردادها ولا تؤثر على اتخاذ القرار؟ لا يمكن. صح ولا غلط؟ تاني، التكلفة التاريخية يمكن استردادها ولا تؤثر على اتخاذ القرار؟ غلط. لا يمكن استردادها. برافو عليكم. التكلفة التاريخية لا يمكن استردادها وتؤثر على اتخاذ القرار. غلط. لا تؤثر. غلط يا دكتور. غلط. يبقى في اتنين لا يمكن استردادها ولا تؤثر. ولا تؤثر. يعني ولا تؤثر. فيها اتنين لا، دي موجوده في الشيت عندك رقم ب. طب ايه التكلفه المتصله؟ ايه التكلفه المتصله؟ تسمعوا عن حاجه اسمها الغزل والنسج؟ تمام؟ يا دكتور. يبقى في تكلفة مرحلة الغزل، هل الغزل كده مش هيدخل على نسيج؟ غزل ونسج؟ يبقى في تكلفة نسج، يبقى تكلفة الغزل وتكلفة النسج بيكملوا بعض، صح ولا غلط؟ صح. يبقى دول متصلين ببعض. زي بالظبط مثال تاني، بنطلع زيت نفط خام من البير، هل انا باخد الزيت كده وخلاص ولا بشغل؟ لا، بنطلع منه مشتقات، بنزين وكيروسين وديزل. يبقى دي اسمها تكلفه ايه؟ متصله. وصلت يا جماعه؟ وصل يا دكتور. طيب. يا دكتور. تمام. ايه التكلفه المشتركه؟ دي تكلفه يستفيد منها اكتر من منتج. تكلفة يستفيد منها أكتر من منتج. يعني مثلا تكلفة اللبن، ممكن أعمل جبنة من اللبن، ممكن أعمل زبادي، ممكن أعمل مهلبية، ممكن أعمل رز بلبن، صح ولا غلط؟
يبقى تكلفة اللبن، تكلفة اللبن اشتركت في كذا منتج، مظبوط؟ مظبوط يا دكتور. مظبوط يا دكتور. طيب بص في الشيت السؤال الرابع ألف، عندك التكاليف التفاضلية، مظبوط كده؟ احنا قلنا الغارقة وقلنا الفرصة البديلة، في التكاليف الايه؟ التفاضلية. على الشاشة رقم 115 توضح عناصر التكاليف اللي تتحملها المنشأة بسبب تغير حجم الإنتاج إلى مستويات مختلفة. يعني إيه؟ يعني أنت مثلا هقول لك مثال بسيط قوي، بتنتج 100 وحدة، جات الإدارة قالت لك لا انتج لي 200 وحدة، لما تيجي تزود الإنتاج التكاليف هتزيد ولا ما تزيدش؟ هتزيد هتزيد. شمعات فردية. برافو عليك. فأنت بتعمل إيه؟ بتفاضل أنتج 100 وحدة أحسن ولا أزود تكلفتي وأنتج 200 وحدة أحسن؟ ما ممكن لما أنتج 200 وحدة ما يتباعوش وأخسر، فبتعمل نوع من التفاضل، نوع من المقارنة بين عناصر التكاليف، الوضع الحالي أحسن ولا الوضع اللي أنا عايز أعمله أحسن، وتاخد القرار بتاعك. يبقى التكاليف التفاضلية تساعد على اتخاذ قرار. دكتور هو لازم يدرس الحالة عشان ياخد قرار. برافو عليك. يزود لما يزودش. يبقى عشان ادرس الحالة هدرس هحط ايه؟ التكلفة. مش هي التكلفة اللي انت بتدرسها؟ بالظبط. فاضل بين س و ص، تكلفة س وتكلفة ص، وتاخد ايهما افضل. طب ايه التكلفة الحدية؟ ما هي التكلفة الحدية؟ هقول لكم على حاجة سهلة قوي. كلمة تكلفة حدية يعني تكلفة متغيرة، مش احنا خدنا كلمة متغيرة؟ مش خدنا بالظبط. يبقى في الكتب يقول لا تتغير في مجموعها. بالظبط، بتتغير في مجموعها مع تغيرات حجم النشاط. فهتلاقي في الكتب ناس دكاترة يقول لك تكلفة متغيرة، خلاص احنا عرفنا معناها. ناس تانية يقول لك ايه؟ تكلفة حدية، خلاص عرفناها. عشان كده بص في الشاشة عندك تحت، التكلفة الحدية تساوي ايه؟ التكلفة المتغيرة اللازمة للإنتاج، لإنتاج تلك الوحدة الإضافية. يعني إذا أنا بذكر لفظ تكلفة حدية، دي بتمثل الزيادة في التكلفة الكلية المترتبة على إنتاج وحدة إضافية. يعني لو أنا عندي خمس وحدات ب 100 جنيه. خمس وحدات بكام؟ 100 جنيه. طب لو حطيت الوحدة الستة هيبقى الحساب 110. يبقى التكلفة الحدية زادت التكاليف من 100 إلى كام؟ إلى 110. 110 جنيه. برافو. ال 10 جنيه زيادة نتيجة إن أنا زودت التكلفة الواحدة الإضافية من الخمسة، اللي هي الإضافية، اللي هي الوحدة الإضافية من الخمسة إلى الستة. يبقى إحنا زودنا وحدة واحدة نتج عنها تكاليف حدية مقدارها قد إيه؟ 10 جنيه. 10 جنيه. والتكلفة الحدية دي تكاليف متغيرة، مظبوط؟ مظبوط. ليه؟ لأن الثابتة ملهاش تأثير، الثابتة ثابتة مهما تغير حجم النشاط. إيه التكاليف المؤجلة؟ واضح أقول اسمها مؤجلة، احنا بنأخرها أو برحلها. برافو عليك. بأخرها أو برحلها لفترة تانية، للفترة أخرى. هتدفع المبلغ ده تقولي لا أجله لي شوية. كلمة أجله لي شوية يبقى دي أصبحت تكاليف إيه؟ مؤجلة. مؤجلة. طب إيه التكاليف النقدية المدفوعة؟ العنوان شارح نفسه. بندفعها نقديا يعني دلوقتي حالا في وقتها. ليه؟ عشان عايز آخد قرار معين. شفت عربية عجبتني، خدت قرار إن أنا هشتريها دلوقتي حالا وأنا واقف في المعرض. يبقى دي تكلفة نقدية مدفوعة. تمام؟ إيه التكاليف الاختصاصية؟ يعني بخصصها في دفع حاجة معينة؟ برافو عليكي. مثل التخزين في مستودع، بخصص التكلفة دي تكلفة تخزين في مستودع معين. تمام؟ أرسل كشف مطالبة للفواتير، يبقى تكلفة بخصصها لحاجة إيه؟ معينة. معين. طب إيه تكلفة التأسيس؟ تأسس شركة. تأسس شركة، لما تيجي تأسس شركة مش لازم تشهرها وتاخد إجراءات قانونية؟
بالظبط. يبقى زي فلوس المحامي اللي هتدفعها، الرسوم اللي بتدفعها في الشهر العقاري، يبقى دي رسوم قانونية ومبالغ مدفوعة للحكومة عشان أحصل على شهادة التأسيس. طب إيه هي التكاليف الثابتة؟ لا تتغير في بتتغير مجموعة مجموعها حاجة زيادة حجم الإنتاج، ما تغيرت حجم النشاط. طب إيه التكاليف المتغيرة؟ بتتغير تتغير في مع حجم مجموعها مع النشاط. تغيير حجم النشاط. طب إيه التكاليف المختلطة؟ اللي هي التكاليف الشبه التكاليف ثابتة شبه وشبه المتغير. متغيرة. شبه المتغير. تمام التعريفات كده دي؟ أه يا دكتور تمام. تمام؟ جميل. تمام. طيب أنتوا كنت مطلوب منكم السؤال الخامس. اه في الشيء حلتوه؟ اه يا دكتور التفرقة بين التكاليف المتغيرة والثابتة مع إعطاء أمثلة وإظهار الرسم البياني، وبعدين الفرق بين وحدة التكلفة ومركز التكلفة. التكلفة. طيب بعد كده جيم ودال لسه ما قلناهمش، ما تحلهمش، ما خدناهمش. ماشي ماشي. يعني ما نحلهمش في الشيت يعني جيم لا ما ودال؟ لا لسه دول موضوعات لسه جاية بعد كده. ماشي يا أستاذة. ماشي يا دكتور. طيب افتح بقى سؤال 12. دكتور افندم. احنا ندبس الشيت مع الورق. اه الغلاف مع الورق بالظبط كده، الغلاف بس. الغلاف بس، بس يكون عليه اسمك تمام. عشان نمر اعمال السنه. بصوا يا جماعه السؤال رقم 12 حلتوه؟ حد حل 12؟ لا يا دكتور. طيب ضع علامه صح او خطا امام ايه كل عباره. اول عباره بتقول ايه؟ في ظل التبويب الوظيفي تقسم التكاليف إلى تكاليف مباشرة وتكاليف غير مباشرة، صح ولا غلط؟ اللي يعرف يقول حتى لو قال غلط ما يهموش. صح صح يا دكتور. صح يا دكتور. دكتور انا معاكم يا شباب، بس سيبكم تفكروا معاكم ما تقلقش. قلنا صح يا دكتور. قلتوا ايه صح؟ اه كلكم مع بعض صح مش كده؟ دكتور قلت التبويب الوظيفي في ظل التبويب الوظيفي تقسم هي تكاليف التكاليف. صناعية وتسويقية وإدارية ملهاش علاقة بال بصوا على الشاشة وانا رجعتها لكم عشان كده. التبويب الوظيفي بنقسمها لايه وايه وايه؟ تكاليف صناعية وتسويقية وإدارية. طب وفي الشيت جاي ايه؟ صناعة وتسويق واداري ولا مغير؟ قال لك مباشر وغير مباشر. يبقى غلط. في غلط يا دكتور. في غلط. انت قلته صح. انا ما قلتش صح بصراحة. طب السؤال الثاني، في ظل التبويب الاساسي، في ظل التبويب الأساسي تقسم التكاليف إلى إيه؟ إلى ثابت وإيه؟ ثابت ومتغير. آه ومتغير. بص على الشاشة. دي صح يا دكتور دي صح. خليك بس معايا، خليك معايا. نصنف التكاليف حسب علاقتها بحجم إيه؟ حجم النشاط. حجم النشاط. يبقى لو أنا قلت لك تقسم التكاليف حسب حجم النشاط تقول لي إلى ثابت ومتغير، صح؟ تقسم التكاليف حسب حجم النشاط هتقول لي إلى ثابت وإيه؟ ومتغير. طيب هل السؤال هنا قال لك تقسم التكاليف حسب حجم النشاط؟ لا لا حسب التبويب الأساسي. طب التبويب الأساسي عندنا على الشاشة إيه وإيه وإيه؟ مواد الخام والأجور والمصروفات. يبقى السؤال ده صح ولا غلط؟ غلط غلط غلط. في ناس قالت برضك صح، يبقى واحد غلط واثنين غلط. ثلاثة، تشتمل تكاليف الإنتاج على تكلفة المواد الأولية المستخدمة والأجور الصناعية الخاصة بعمال الإنتاج
زائد تكلفة الخدمات الصناعية والصيانة والقوى المحركة وإهلاك الآلات والمباني. بصوا يا أساتذة معايا؟ مع حضرتك. معاك يا دكتور. تكلفة الإنتاج عبارة عن بندخل المواد الخام، كلمة تكلفة الإنتاج يعني جوه المصنع، وأجور العمال بتوع الصناعة اللي جوه المصنع، وتكلفة الخدمات قوة محركة المكن، إهلاك المكن والمباني بتاعة المصنع. أظن كده يبقى العبارة دي إيه؟ صح؟ صحيح. صح. طيب. أيوه تكلفة إنتاجية. تكلفة صناعية أو إيه إنتاجية، برافو عليك. إنتاجية جوه المصنع من الآخر. يعتبر الزيوت والشحومات والقوى المحركة أمثلة للتكاليف الإدارية؟ غلط. 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 هي المفروض أمثلة أمثلة للتكاليف الإيه؟ الصناعية. غير مباشرة؟ برافو عليك. الصناعية أمثلة للتكاليف الصناعية. برافو عليك. خمسة. نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة يتغير مع تغيرات حجم الإنتاج. صح صح ولا ايه؟ صح. غلط دكتور. غلط. ثابته يا دكتور. التكاليف المتغيره في متغيره في مجموعه. دي غلط يا دكتور، دي ثابته. ثابته الوحده. لا غلط تزداد. ثابته الوحده المتغيره بتكون ثابته. ثابته. يبقى العباره دي ايه؟ غلط. غلط. سته. نصيب الوحده من التكاليف الثابته. في دوشة ليه عندكم؟ في دوشة ليه؟ اقفلوا المايك. بيديها قوشة يا جدعان، يقفل المايك. اقفلوا المايك انا مش سامع. نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة بيقل مع زيادة حجم الإنتاج طالما صح. الإنتاج في حدود الطاقة المتاحة. صح. 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 سبعة. نصيب الوحدة من التكاليف الثابتة بيزيد مع زيادة حجم الإنتاج طالما أن الإنتاج في حدود الطاقة المتاحة. غلط. هي يقل. غلط. خد بالك ستة هي سبعة بس. ساعات كلمة يزيد ويقل. غلط عليك. يبقى ستة صح وسبعة غلط. 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 تمانية. نصيب الوحدة من التكاليف المتغيرة لا يتغير مع تغيرات حجم الإنتاج مع ثبات العوامل الأخرى. صح. كان بيفضل ثابت ما بيتغيرش. صح. برافو عليك. تسعة. صح. تسعة صح. تمانية صح. تسعة. القوى المحركة تعتبر ضمن التكاليف المتغيرة. صح يا دكتور. صح. القوى المحركة يعني الزيوت اللي بنحطها. غلط يا دكتور. غلط. 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 غير دكتور، انت قلت دكتور التكلفه المتغيره دي مثلا لو عربيه عملت حادثه، دي متغير مش بين حادثه كل يوم او حادثه كل شهر. ده هنا شبه متغير وشبه ثابت. يبقى غلط. ايوه غلط. القوة المحركة تكلفه بتتغير مع حجم الانتاج، كل ما يزيد حجم الانتاج بتزيد التكاليف. التكاليف تكلفه. يبقى غلط. يبقى غلط. تمام كده يا اساتذه. كل ما تمام يا دكتور. تمام. كل ما يزيد حجم الانتاج بتزيد ايه؟ التكاليف. حجم التكاليف. طب احنا السؤال بتاعنا هنا، لو انت النهارده عايز تشغل المكن ازيد عشان تزود انتاج، محتاج قوه محركه ولا القوه المحركه اللي موجوده كفايه شويه الزيوت اللي فيه؟ لا محتاج. لا محتاج. يعني الطاقه هتتغير مع تغير حجم الانتاج. ايوه. طب يبقى العباره صح، لان القوه المحركه هتتغير. يبقى دي طالما بتتغير يبقى تدخل ضمن تكلفة الإنتاج. هل أنت القوة المحركة عندك ثابتة مهما اختلف الإنتاج عندك ولا بتتغير مع حجم الإنتاج؟ لا أكيد هتتغير. بتتغير مع حجم الإنتاج. يبقى أصبحت تكلفة متغيرة. يبقى تسعة متغيرة. صح. عشرة. دكتور هي القوة المحركة ديت حاجات صناعية؟ أه في المصنع. جوه المصنع. في المصنع؟ بالظبط. إيجار المصنع يعتبر ضمن التكاليف المتغيرة.
غلط 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 يا دكتور. الايجار على طول ثابت. الانتاج لو ثابت يبقى الايجار ثابت، الانتاج لو متغير يبقى الايجار ثابت. الايجار ثابت، الايجار على طول ثابت، الايجار ثابت سواء انتجنا او ما انتجناش. اجور عمال الانتاج التي تدفع حسب حجم الانتاج تعتبر ضمن التكاليف الثابته. صح طبعا. صح صح. هو قال مرتبات ولا قال اجور؟ لا دكتور غلط يا دكتور. المرتب ثابت لكن الاجر بيتغير. متغير بيتغير علشان ممكن ينتج اكتر فبياخدوا اكتر عدد ساعات تشغيله حسب انتاجه. بالظبط كده. ايوه يبقى غير. يبقى اجور عمال الانتاج متغير. يبقى دي غلط يا دكتور. يبقى غلط غلط. طيب 12. ايوه 12 بقى ايه؟ اذا كانت تكاليف الصيانه تركزوا معايا فيها، ويا ريت يكون معاك ورقه وقلم. ما احنا بنكتب ورا حضرتك يا دكتور. طب برافو عليك. اذا كانت تكلفه الصيانه وساعات تشغيل الالات خلال بعض الفترات كما يلي: يناير فبراير، يناير مارس مايو. ساعات الدوران 10,000 في يناير، 8,000 في مايو، 15,000 في مايو، و 8,000 في مارس. التكاليف الصناعية بكام؟ 46، 38، 66. فإذا كانت تكلفة الصيانة عند مستوى 9,000 ساعة، معايا شباب؟ اه يا دكتور. ما حضرتك يا دكتور، تكون 42,000. تكون 42,000 دي صح ولا غلط؟ هو انا دكتور للاسف مش معاك كتاب، فمش عارف احسب لك المسألة دلوقتي. طب الارقام عندك؟ ولا حاجة عندي خالص، أنا مش شايف غير الشاشة بس. وحاولت أكتب المسألة ورا حضرتك معرفتش. صح يا دكتور. آه. مش عارف تجيبها مش كده؟ صح يا دكتور. مش إحنا يا دكتور المفروض بنقسم فرق التكاليف على فرق الساعات؟ آه اعملي. بصوا كده اكتبوا معايا بقى: تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة. تكاليف متغيرة للوحدة الواحدة يساوي فرق التكاليف على فرق الساعات. ماشيين معايا؟ اه يا دكتور مع حضرتك. هنا في كام تكاليف؟ 1، 2، 3. 3. طب احنا الطريقه دي اسمها ايه؟ باخد رقمين، الحد الادنى والحد الاعلى. يعني لو عندي 100 رقم هاخد رقمين بس. طب يبقى انا من الثلاثه اكبر رقم واصغر رقم. برافو عليك. يبقى اكبر رقم بكام؟ 66. 66,000. واصغر رقم؟ 38,000. اصغر رقم كام؟ 38,000. 38. هنطرحهم من بعض؟ اه. واقسم على فرق الساعات. فرق الساعات 15 ناقص 8. سبعة. تطلع ايه؟ 66. طبعا يا دكتور. طلعت كم؟ طلعت كم معاكم؟ 96,000. تكلفة متغيرة للوحدة الواحدة 66 ناقص 38 هتطلع بكام؟ ب 28. 24 ولا 28؟ 28. 28 على كام؟ على 7. تطلع الوحدة بكام؟ ب 4 جنيه. صح كده؟ اه يا دكتور مظبوط. ب 4 جنيه. مظبوط معايا؟ طب مظبوط. ب 4 جنيه. هنقول له: بما ان اجمالي التكاليف يساوي
بما أن إجمالي التكاليف يساوي تكاليف ثابتة زائد تكاليف متغيرة. تكاليف ثابتة يا دكتور؟ تكاليف ثابتة زائد تكاليف متغيرة. ماشي يا أساتذة؟ ماشي يا دكتور. طيب حضرتك تعالى في إجمالي التكاليف اختار أي رقم من اللي احنا خدناه. احنا كنا واخدين 66 و 38 مظبوط؟ اه كنا واخدين طرحين التكليف ده. ايوه ايوه كنا طرحين 46. هاخد أي رقم؟ هاخد 66. حط تحت إجمالي التكاليف 66,000. تحت إجمالي التكاليف حطيته كام؟ 66,000. طيب يساوي إجمالي التكاليف يساوي إيه؟ تكاليف إيه؟ ثابتة زائد متغيرة. ثابتة زائد متغيرة. تحت الثابتة حط علامة استفهام، ما عنديش. التكاليف المتغيرة كانت بكام؟ بأربعة جنيه. بأربعة. الستة وستين ألف اشتغلت كام ساعة؟ هنقسمهم على أربعة؟ لا لا ثواني بس، الستة وستين ألف اشتغلت كام ساعة قدامك في الجدول؟ 15,000 ساعة، مش عندكم كده؟ 15,000 ساعة. أيوه. طب 15,000 ساعة، الساعة بأربعة جنيه، يبقى ال 15,000 ساعة بكام؟ يبقى هقول التكاليف المتغيرة 15,000 ساعة في أربعة. في أربعة. هيبقى 60,000 ساعة. 60,000 جنيه. 15,000 ساعة في أربعة جنيه، ضربتها في أربعة جنيه. أه. مظبوط؟ يبقى 60,000 جنيه. 60,000 جنيه دي تكاليف متغيرة، والتكاليف كلها ب 66,000 جنيه، يبقى الثابت بكام؟ 60,000 جنيه تكاليف متغيرة. 6 يا دكتور. برافو عليك، يبقى نكتب التكاليف الثابتة تساوي 6,000 جنيه. كتبتوا الكلام ده؟ اه يا دكتور. طب هنيجي بقى السطر. دكتور معلش ممكن نعيد اخر جزء؟ اخر جزء. قولي لي انت كتبتي ايه؟ انا ضربت ال 15 في 4 بتدوني 60,000، تمام؟ يبقى عندك المعادله بتقول 66,000 تساوي تكاليف ثابته زائد 60,000، مش انت كاتبه كده؟ اه تمام. طيب دخلي ال 60,000 الناحيه الثانيه، يبقى التكاليف الثابته 66,000 ناقص 60,000 هتساوي 6,000 جنيه. تمام شكرا يا دكتور. طيب الخطوه بقى الثالثه، هنجيب بقى المطلوب. الشيت اهو، انا ببص في الشيت. تكلفه الصيانه عند مستوى 90,000 ساعه، مش هو دي اللي هي عايزها في الشيت مكتوبه قدامكم في الشيت؟ اه. تساوي 42,000 جنيه. لا ما احنا مش عارفين 42 دي صح ولا غلط، ما هو بيقول لك يا ترى صح ولا غلط. يبقى تكلفه أيوة. الصيانه عند كام؟ 9,000 ساعه تساوي تكاليف ثابته زائد تكاليف متغيره. الثابته بكام؟ 6,000. 6,000 زائد، هنقول 6,000 زائد تكاليف متغيره بكام؟ 4. هنضرب ال هنضرب ال 4 في 9,000. احنا عندنا كام ساعه؟ 9,000. 4 في 9,000. 4 في 9,000، 4 في 9,000 بكام؟ 36. يبقى التكلفة المتغيرة ب 36 زائد الثابتة بكام؟ الثابتة جايبينها ب 6,000. 6 و 36 يطلعوا كام؟ 42. يبقى العبارة 40. دي صح. يبقى العبارة دي صح. وصلت؟ وصل يا دكتور. طيب لو هي وصلت حل معايا السؤال اللي على الشاشه. رقم كام بقى؟ 74؟ 75. نصيب الساعة من تكاليف الصيانة المتغيرة. عندنا 46,000 جنيه ل 10 ساعات ساعة، و 66,000 جنيه ل 15,000 ساعة. السؤال رقم 75، نصيب الساعة من تكلفة الصيانة المتغيرة، يعني تكلفة الصيانة المتغيرة للوحدة الواحدة، يا ترى تطلع 4 جنيه؟ صح ولا غلط؟ يبقى هنقول يا دكتور بقى فرق التكاليف على فرق الساعات. قول لي حلها دلوقتي يا دكتور. قولوا لي هتعملوا ايه وانا اقول لكم صح ولا غلط، يعني هتطرحي ايه ناقص ايه؟ على ايه؟ هنقول فرق التكاليف وفرق الساعات. على فرق الساعات. يعني 66 46 على
150 ناقص يا جدعان 20,000 ناقص على هي صح على مع نفس السؤال اللي فات 5,000 يطلع 4 جنيه يبقى ايوه صح يبقى 75 دي هتعمليها صح ولا غلط؟ صح صح يبقى صح. صح طب 76 الجزء الثابت يساوي ايه؟ 6,000 صح برضه صح ولا غلط؟ صح يا دكتور صح. طب التكلفة المختلطة عند 25,000 ساعة تساوي كام؟ هنضرب ال 25,000 ساعة ايوه في 4 معلش انا اسف 4 يطلع 100 صح؟ يبقى غلط يبقى الإجابة غلط. لا بس ال 25,000 ساعة في 4 دي 100 تكاليف متغيرة لازم اجمع عليها كمان التكاليف الايه؟ الثابتة الثابتة 6,000 يبقى المجموع المفروض تطلع 106 هو مطلعها برضه غلط هو مطلعها مطلعها 96,000 يبقى غلط يبقى غلط ناقص 10,000 جنيه لا تاني يا دكتور معلش تاني هو انا كده بجمع معاها الجزء الثابت صح؟ اه 25 انا بجمع كده كله كام؟ 25,000 في 4 يطلعوا بكام؟ ب 100 بالظبط دول دي تكاليف متغيره بس هو عايز تكلفه مختلطه يعني ايه مختلطه؟ طب بجمع معاهم الجزء الثابت مظبوط يا دكتور يبقى 100 زائد 6 المفروض تطلع 106 هو انا حاططها لك هنا 96 يبقى العباره دي غلط النوع ده من المسائل كده عرفته تحلوه؟ اه دكتور اه يا دكتور شكرا تمام لاني مش معايا اي حاجه بس بعرف احل معاك لا والله هايل برافو عليك يبقى كده احنا حلينا رقم كام 12 في الشيت رقم 13 اللي هي التكاليف الخاضعه للرقابه ده الشيت ايوه التكاليف الخاضعه للرقابه هي اتفضلي هي تلك التكاليف التي تتأثر بقرارات مستوى إداري معين أو شخص معين في فترة معينة فكمية المواد المستخدمة في مركز معين تخضع للتحكم هذا المركز أما أسعار هذه المواد فهي تخرج عن نطاق تحكم هذا المركز يعني هو عايز إيه برضه؟ ده التعريف ده صح ولا غلط؟ صح صح يا دكتور صح طب العكس تكاليف غير خاضعه للرقابه غلط يا دكتور ايوه التي لا تؤثر يبقى صح 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 يا دكتور لو قال تؤثر يا دكتور يبقى غلط لا غلط بص معايا تكاليف خاضعه للرقابه هي التكاليف التي تتاثر بقرار مستوى اداري معين زي التكاليف التفاضليه بتساعدني ان انا اخد قرار تكاليف غير خاضعه للرقابه زي لا تتأثر بقرارات مستوى الإدارة التكلفة الغارقة التكلفة التاريخية التاريخية لا تتأثر بقرار مستوى إداري ليه؟ لأن التكلفة اتدفعت خلاص يبقى العبارة دي برضك صح صح 13 و14 صح 15 التكلفة تضحية مقابل الحصول على خدمة أو منفعة أو أصل أو منفعة أيوة صح صح طب الخسارة هي تضحية من المنشأة لم تحصل مقابلة على خدمة صح يا دكتور صح صح يا دكتور يبقى الأربعة الأخرى دول صح كده مظبوط يا دكتور طب نكمل بعد كده تعبتوا؟ لا يا دكتور ما حضرتك لا يا دكتور خالص لا يا دكتور مكملين معاك فاهمين كويس؟ اه يا دكتور اه جدا عن المحاضرة الفيزيكال عشان الفيزيكال بتعملوا دوشة يا دكتور والله العظيم انا بعت على الجروب كذا مره ان محدش يعمل دوشه طب بس انا عايز افيدكم انتوا مش عايزين تستفيدوا اه يا دكتور الناس بتستفاد اهو يا دكتور والله يعني يلا ضع علامه صح او خطا امام كل عباره مما يلي معايا يا اساتذه معاك يا دكتور اقرا العباره قول لي رقم واحد صح ولا غلط هدف المحاسبه الماليه تحديد تكلفه وحده المنتج او الخدمه غلط صح هذا صح غلط مش الماليه هدف محاسبه التكاليف تحديد التكاليف مش الماليه الماليه اعداد صح يا دكتور لا غلط المحاسبه لا غلط المحاسبه هو هدفها اعداد قوائم ماليه المحاسبه الماليه عايزه تعمل زي المصروفات وال لكن محاسبة التكاليف بقى هي لتكلفة الوحدة يبقى هدف محاسبة المالية ولا محاسبة التكاليف؟ هو محاسبة التكاليف صح يبقى العبارة دي غلط غلط كنت بالاثنين واحد لا محاسبة مالية دي اللي خدتيها في سنة أولى كان بيديها لكم الدكتور أمير عاطف بالظبط يا دكتور مظبوط يستفيد من خدمات محاسبة التكاليف كل من الجهات الداخلية والخارجية؟ اه
صح؟ اعتقد داخليه بس غلط. داخليه بس غلط. اللي يفيد الجهات الخارجيه المحاسبه الماليه، اما الجهات الداخليه التكاليف بس. وحده التكلفه هي دائره نشاط معين متجانس تستخدم مجموعه من عوامل الانتاج. غلط. صح. مركز التكلفه. قلنا مركز التكلفه. وحده التكلفه هي وحده المنتج النهائي. اول ما تلاقي دائره يبقى مركز نشاط. يبقى واحد غلط واثنين غلط وثلاثة غلط. يعرف الضياع بانه تضحية غير ضرورية تتحملها المنشأة دون الحصول على مقابل. صح. لا غلط عشان غلط يخطر. لا غلط يا دكتور، جو خسارة. غلط غلط الخسارة. تمام. التضحية باستفادة. المحاسبة المالية سرية وداخلية. غلط غلط. المحاسبة المالية خارجية مش داخلية بالظبط، بتدير محاسبة التكاليف. طب دكتور معلش، هو في سكاشن يوم الخميس لا السكاشن مع الاداره مش معايا انا. طب منزلنا على الخميس. نعم. نسلم الشيت الاسبوع الجاي. احنا قلنا هنسلم الشهر ده، مش قلنا مش هنسلم الشهر ده ولا ايه رايكم؟ لا يا دكتور لا قلنا هنسلم يا دكتور، حضرتك سامحتنا. خلاص انا مسامحك. تسلموا لي. شكرا يا دكتور. يسلم يا دكتور، ربنا يخليك. حركة كده الخميس الجاي في سيكشن صح؟ الخميس الجاي ده ان شاء الله. ان شاء الله دكتور، هنشوفك تاني. نشوفك انا يوم. شكرا جدا يا دكتور على المحاضره. شكرا لك يا دكتور. ميعادنا يوم الاثنين باذن الله. باذن الله دكتور. باذن الله. باذن الله. عينت الله يا دكتور. شكرا حبيبي. شكرا حضرتك. مع السلامه. سلام. دكتور حضرتك هتنزل لنا البي دي اف؟ جماعة هو احنا حليناه مع الدكتور دلوقتي ده، هنسلمه برضو مع الشيت ولا ده حليناه بس كده؟ لا حليناه بس كده. تمام شكرا. هو قال الدكتور قال الشيت اول خمس اسئله ما عدا اخر